يقال إنه الأمومة هي أول مسمار الدق في نعش علاقتك الزوجية السابقة، ده حقيقي؟ ما 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 أقدرش أقول حاجة زي كده، يعني ليه؟ ليه أقول حاجة زي كده؟ التردد ده معناه إنه في شيء من الصحة؟ هي 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 جملة غريبة. بصي، هو أي حد بيجيب بيبي الأب بيغير، دي حاجة معروفة يعني، حتى دلوقتي في مسلسل اتسألتي عن الخيانة، اتسألتي، اتخنتي قبل كده، قلتي يا خنتي قبل كده؟ خنت؟ لا، يعني كلمة خيانة دي أصلها كبيرة قوي. لا، ما أقدرش يعني. أنا شفت ده يعني. أنا كلمتي ساعات يعني ممكن أجي على نفسي لو أديت لحد كلمة كلمة بس كلمة. تخنتي كتير فعلا؟ انت يا دي وقتها أثرت فيها؟ طبعا يعني من صحاب، ومن صحاب بنات، ومن علاقات حب. طبعا. امال الواحد بيتعلم ازاي؟ ما خنتيش ولا مره ياسمين؟ انا قدام نفسي انا مش شايفه كده، بس لعلمك انا اكتشفت ان الحاجات دايما ليها وجهات نظر مختلفه من كل حته. صحيح. يعني في ناس ممكن تشوف حاجات انا مش شايفاها. صحيح. ممكن شخص يبقى بيعمل شيء عنده ألف مبرر، الناس مش شايفه المبرر بس شايفه الشيء بالظبط. فانا في مبرر للخيانه؟ يعني انت قدرتي تبرري لحد خانك قبل كده؟ سامحتي في خيانه؟ سمحت.